ناخذ بيسك ديزاين اكزامبل. اذا حطينا الشرطين تبعون الكواليتي وكوانتيتي اوف سيرفيس حطيناهم المره الماضيه. راح نبدا بمثال في ان تساوي 8 اللي هي فلورز ابوف جراوند، اي ار تساوي 12%، انترفال تارجت بيساوي 30 سكند، يو بيساوي 1000 شخص. رح نستعمل البرامتر، في بارامترز رح اضل اكررها باستمرار استعملها نفسها. راح احط هون تي بي ان بتساوي تي بي اوت بتساوي 1.2 سكندز اللي هي زمن خروج او دخول كل باسنجر. راح اخذ تي دور اوبن وتي دور كلوز. دور اوبن 2 سكندز، دور كلوز 3 سكندز. وفي سبب ليش 3 ثواني اكبر من ثانيتين، لانه الباب هو بسكر بدنا نعطيه وقت اطول عشان سرعته اقل، عشان اذا ضرب بشخص تكون الاثر اقل والكينيتيك انرجي اقل اللي موجوده فيه. فراح تلاحظوا عاده التسكير باخذ وقت اكثر من الفتح. هو فاتح ما راح يضرب بحد. بعدين راح افترض انه عندي في بالحاله هاي بتساوي 1.6 متر بير سكند، وعندي جي 1 متر بير سكند كيوب، واي 1 متر بير سكند سكوير. بعدين رح ناخذ الديستنس، الديستنس لفلور واحد بتساوي 4 متر، فدي اف بتساوي 4 متر. رح نفترض انه عندي ايكوال فلور بوبيليشنز، ابسط حاله ايكوال فلور بوبيليشنز، ايكوال فلور هايتس. بعدين بدنا نعمل تشيك انه ريتد سبيد اتيند ان 1 فلور، ريتد سبيد attained in one floor journey. هذا سؤال. وبعدين عندي incoming traffic 100%. وعندنا طبعا single entrance. single انترنس ايش كمان سنجل انترنس، وعندي 8 اباف جراوند. هون اظن هيك كل البارامترز موجوده، حطينا التارجت انترفال، حطينا الارايفل ريت، هاي اليوزر ريكويرمنتس اللي مثل نطبقهم نحطهم هون. بدنا نشوف هلا بقابلهم اللي بدنا نطلعه الديزاين حتى يكون كومبلاينت، لازم تحققوا عندي الشرطين هذول اللي موجودين هون. هذا طبعا مش الاوبتيمال ديزاين، ما راح يطلع اوبتيمال ديزاين معنا هون، بس انا خصوصي راح افرجيكم هذا المثال حتى تشوفوا انه هذا احد طرق الديزاين باي ترايل اند ايرور راح يكون. بعدين راح نروح على الاوبتيمال ديزاين ميثود اللي بتعطيني اقل عدد مطلوب. راح نبدا الان بلامدا، مش هيك؟ هلا احنا فرضنا انه ان ذا بيك 5 مينتس عندي 12% راح يوصلوا ان ذا بيك 5 مينتس، فهذول راح يعطوني والبوبيليشن 100، فراح يكون عندي 0.12. وحتى احول من 5 مينتس لسكندز بنقسم مع 300. هلا هذا لاكي اللي هون بعطينا او عفوا بعطيني هذا 4.4 passengers per second من هون. هلا رح ناخذ هاي، هلا هاي المعادله انا رح ادخل معادله ما شفناها قبل هيك، قلنا هلا رح احنا رح نفترض ورح نصمم على 30 ثانيه. كم passenger رح يوصلني ب 30 ثانيه بتوقع؟ تقريبا 30 في 0.4، 30 في 0.4، اذا بي انا رح اسميها initial، بعدين رح اشرح لكم ليش initial. بس احنا عدد passenger رح نشتغل عليه راح يكون انترفال تارجت مضروب في لامدا، مش هيك؟ فكانه عمالنا بنقول لو انا صممت هذا السيستم وكان تصميمي صحيح لهذا السيستم، راح يصير الزمن ما بين مغادره مصعد ومغادره المصعد اللي بعده قديش تقريبا؟ 30 سكند او اقل. واذا هذا الكلام كان صحيح معناها عماله بوصل، وانا عارف انه بوصل عندي 0.4 passengers per second، يعني كل قديش بوصل passenger؟ كل ثانيتين ونص. تمام، واحد على أربعة، واحد على اللامدا رح تعطيني seconds per passenger أو seconds between passengers. فإذا كل ثانيتين ونص عم بوصلني أنا تقريبا passenger، وأنا عامل حسابي إنه خلال 30 ثانية رح يتجمع كفاية ناس أرد أخذهم، إذا أنا بقول 30 على 2.5 مش هيك؟ أو 30 في لامدا نفس الشيء، 30 على 2.5 شو رح تعطيني؟ 4 في 3 12 passenger. إذا رح يصير عندي هذا هون 12 passenger. هلا لاحظوا في الواقع هذا ما بصير هيك، بصير اقل شوي، لانه انا راح يطلع معي هذا احسن. مش راح يكون هذا اقل؟ واذا كان هذا اقل قديش عدد الباسنجرز اللي بوصلوا؟ اقل. لا
لا أقل. وإذا كان أقل يمكن يطلع معي تاو أقل. ممكن أرد أرجع أحسب شوي منشوف هذه الإيتريشنز هاي رح تطلع معي إيتريشنز. 12 باسنجر. إذا إحنا جاهزين شو نحسب الآن؟ آه في عنا شغلة خلينا نعملها عشان نتأكد إنه معادلتنا صحيحة ونقدر نستعملها. بدنا نعمل ريتد سبيد أتند. ما في حاجة تحفظوا المعادلة. المعادلة بتقول إف دي أكبر من أو تساوي A سكوير V زائد B سكوير J على A J then إيش؟ rated speed obtained in one floor gen. يعني عملنا اللي بقول أنا هون لازم أحط أنا دي إف على فكرة. أنا قلت هون equal floor populations equal floor heights. إذا عندي هون راح أعمل تشيك. أنا عندي قديش قلنا 4 متر. أنا ليش حطيت 4 متر؟ 4.5 متر لازم تكون مش راح يزبط. 4.5 متر هاي لازم تكون ولا راح يطلع الشرط غلط ما اقدرش اكمل المعادله السهله اللي احنا اشتغلناها. اذا عندي السؤال بقول هل 4.5 متر هاي هون سؤال هذا مش فاك مش ستيتمنت اوف فاك قديش ايه 1 في 1.6 تربيع على 1 هاي بتطلع اظن 4.16. اذا هل المعادله هاي صحيحه؟ نعم صحيحه. اذا هذا الشرط حقق صحيح. إذا بقدر استعمل أي معادلة معادلتي السهلة اللي هي تاو أو ار تي تي خلص احنا بدنا نحط هون الافرج مش هيك؟ الافرج فاليو ار تي تي بتساوي 2 في اتش دي اف على في زائد اس زائد 1 في تي اف ماينس احنا سميناها تي اف ماينس تي في ولا شو سميناها بالمعادلة لما اشتقينا؟ بلس تي دي او بلس تي دي سي زائد 2 زائد بي في تي في ان زائد تي في اوت. هاي المعادله الاساسيه اللي اشتقيناها البيسك ايكويشن اللي اشتقيناها وكان في ماني اسامبشنز. من هاي الاسامبشنز الرئيسيه كانت انه ريتد سبيد اتيند ان وان فلور جيرني. اوكي واحنا تحققنا منها هاي صحيحه. اذا هذا الشرط صحيح. وكان كمان من الشروط عندي انه ايكوال فلور ايكوال فلور هايتس. على فكره ايكوال فلور بوبيليشنز مش هون بتبين. وين ببين الاسامبشن او وين مهم عندي الاسامبشن ايكوال فلور بوبيليشنز او لا؟ بالمعادله معادله اس واتش مش هيك قلنا انه ايكوالي انه يروح واحد على ان كنا نستعمل واحد على ان. فهاي المعادله حتى اطبقها بتحتاج الشرط هذا انه يكون صحيح بتحتاج الشرط هذا انه يكون صحيح الكينماتكس من ناحيه الكينماتكس من هون وطبعا كمان بتحتاج الشرط انه سنجل انترنس وانكمينج ترافيك 100%. اوكي بالله انتبهوا على هاي المعادله الجديده. احنا اول مره ندخل هاي المعادله انتبهوها. لاحظوا هاي المعادله. هاي المعادله احنا شفناها الاصليه اللي هي ايش كانت؟ هاي لامدا بتساوي اي ار بيرسنت في يو على 300 سكند بير 5 مينتس. بس لاحظوا هاي معادله جديده عملناها وراح تشوفوا بعدين ليش انا حطيت هون انيشال لانه في اتريشنز في شويه اتريشنز بدنا نعملهم. طيب صار عندي 4.16 هذه جاهزه صحيحه 4.16. اذا هذا الشرط تحقق اذا بقدر اطبق المعادله. شو بقدر الان اعمل؟ بدي استعمل المعادلات نحط المعادلات. كان عندي هون الاكسبكتد ولاحظوا انا استعملت هون كابيتال لانه هذا افريج وهذا استعملته كابيتال لانه افريج. فعندي هون اظن هاي المعادله بتصير 1 ناقص 1 ناقص 1 على ان لو قوه بي مضبوط و اتش عندي ان ماينس السميشن من اي بتساوي 1 لان ان ماينس 1 على ان لو قوة بي. واشتقينا هذا المعدل. هدول اي شرط بدهم؟ هدول بدهم الشرط ايكوال فلور بوبيليشنز. اذا ما كان الفلور بوبيليشنز ايكوال معناها هذا الشرط مش صحيح. هاي المعادله مش صحيحه لانه واحد على ان بتبطل صحيحه، مضبوط؟ ايش كمان في شرط ضمني احنا فرضناه هون قلنا لازم يكون صحيح حتى تكون المعادله هاي صحيحه بالنسبه للتشويسز؟ ديستنيشنز تكون اندبندنت، الباسنجر تشويسز اندبندنت فهم مش ماشيين مع بعض في مجموعه. كل واحد منهم بوصل وهو بيعمل بيتخذ القرار اللي بده اياه وين الطابق اللي بده يروحه. فالتشويسز تبعتهم اندبندنت ولذلك قدرنا نضربهم ببعض. السلكشن تبعت الديستنيشن تبعت الباسنجرز اندبندنت ايفنتس. هذول كل واحد منهم هو بقرر وين بده يروح بغض النظر عن الناس اللي معاه زملائه اللي معاه في الرحله. اذا هذه هدول معادلتين جاهزين. شو جاهزين نعمل الان؟ نحسب اتش. لو حسبنا اتش دي اف عندي في عندي اس بدنا نحسب اس. رح نطلع هاي معروفة اللي هي تي اف اللي هي الزمن اللي باخذه حتى اقطع طابق واحد. تي في لو بدي اقطعه على سرعة عالية. هاي لو بدي اقطعه من زيرو سبيد ستارتنج وذ زيرو سبيد وفينشنج وذ زيرو سبيد. هاي لو بدي اقطعه على سرعة عالية كأني دخلت من هون بسرعة عالية وطلعت بسرعة عالية وبضيف له فتحة الباب وتسكيره. هاي ضريبة التوقف. ضريبة التوقف من ناحية تسارع وتباطؤ وضريبة التوقف من ناحية
فتح الباب وتسكيره. وهذا التيرم ضروري لأنه دخول الناس وخروجهم. وين بدخلوا كلهم؟ انترنس. وين بخرجوا؟ على الديستنيشنز تبعهم. واحنا قلنا انه هون كله انكمينج ترافيك، كله هون انكمينج ترافيك. طيب شو رايكم نحسب اس بالاول؟ حد يطلع آلي حاسبه يساعدني. عندي هون 8 1 ناقص 1 1 على ان اللي هي 1 على 8 للقوة بي. قديش بي طلعت معنا؟ 12. قديش يا خالد؟ 6.88 3.8 3.8. شو وحدتها؟ ستوبس بير راوند تريب. طب وبصير تكون كسر اس؟ طبعا رح تكون كسر لانه مرات بتعمل 9 مرات 8 مرات 7 اون افريج عم بيعمل 6.38. واحنا اتفقنا انه ما بنصمم احنا على الماكسيمم، بنصمم على الافريج لانه مش كارثه انه يصير وضع الماكسيمم هون، رح يصير في شويه تاخير، اوكي؟ ولا بصمم على المينيمم لانه رح ينضغط السيستم. بعدين عندي ان، ناخذ ان عفوا اتش. هلا حد منا بالآلة الحاسبة هلا رح تشوفوا في اتش في شيء لازم تعملوه تريحكم، لأنه في تيرمز هون رح تكون مهملة جدا. التيرمز واحد على ان رح تكون صغير جدا، متخيلين واحد على ان للقوة بي، واحد على 8 للقوة 12، قديش واحد على 8 للقوة 12؟ واحد تايمز 10 تو ذا ماينس 11، لكن 7 على 8 للقوة 12 قديش بتعطيني؟ 0.2. اوكي؟ شو هذا بوحي لكم؟ ايش نعمل؟ من وين ابدا السميشن؟ وايش التيرمز اللي اهملها؟ بهمل التيرمز الصغيرة. الواحد اي، يعني اي انا مفروض امشي فيها من 1 ل 7 مش هيك؟ لأنه عندي 8 طوابق هون، بس أنا فعلياً رح أمشي فيها من 7 وآخذ 7 و6 و5 وأشوف إمتى أوقف. إذا رح ناخذ إن قديش؟ 8 ماينس. هلا هون السميشن رح ناخذ، ناخذ 7 على 8 طلعت 0.2 بالضبط ولا 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 فيها كسور؟ 0.201. هلا 6 على 8 للقوة 12. بس دكتور الآلة الحاسبة فيها سميشن. مش مشكلة، أنا بس بدي أفرجيكم الفكرة اللي هون. 0.03 2. وحد يحسب لنا إياها على الآلة الحاسبة بالضبط عشان نقارن الرقمين. 7.76. إذا هاي بتطلع بالضبط 7.76. خلينا بس ناخذ ثالث تيرم يا تسنيم. أخذنا 7 و6، 5 على 8 للقوة 12. 3.5 في 10 للناقص 3. هلا هون بقدر أوقف هون، بس زي ما حكوا زملائكم بتقدروا تستعملوا الآلة الحاسبة ما في مشكلة. شو وحدتها هاي؟ فلورز. مش ميترز. ما حد يروح يغلط يحطها ميترز، فلورز، لأنه أنا راح أضرب فلورز في إيش؟ في ميترز بير فلور. مش دي إف إيش وحدتها؟ ميترز بير فلور، وبعدين راح أقسمها على ميترز بير سكند، شو راح تعطيني في النهاية هاي كلها؟ لا هاي سكند وهذه وحدتها؟ سكند. أوكي ماشي مزبوط؟ إذا هي هدول الرقمين عندي جاهزين. طيب خلينا نحسب ضريبة الستوب، ايش رأيكم؟ فراح ابدل هاي كلها اللي موجودة هون، راح ابدلها احط محلها تي سب اس. تي سب اس، ايش بتساوي تي سب اس؟ بتساوي ضريبة التسارع والتباطؤ وضريبة فتح الباب وتسكيره. قديش ضريبة التسارع والتباطؤ؟ اللي هي كانت تي اف ماينس تي في، اللي هي تي اف اللي كانت دي اف على في زائد في على اي زائد اي على جي، لانه عم نفترض احنا الجيرني هيك، ناقص دي اف على في. مش انا الزمن اللي باخذه حتى اقطع وانا ماشي على توب سبيد بدون ما اتباطأ بدون ما اتسارع هي دي اف على في، عشان دي اف على في بتشطب مع دي اف على في، بصير عندي 1.6 على 1 زائد 1 مش هيك؟ 2.6 سكندز. والباب فتحه وتسكيره 3 و2 مش هيك؟ 5، 5 و2 7.6. إذن تي اس بتساوي 7.6 سكند. هذه كل مرة بقرر أوقف وأمشي فيها طبعا بما فيها التوقف على الطابق الأرضي لأنه عندي incoming traffic مضبوط، ومع عدد الستوبس اللي هناك. إذن هلا إحنا جاهزين نحط هدول كلهم في معادلة.